Yağmurlar dalımdan alsa, savursa bile, yerlerden yerlere öfkeyle vursa, dünya bir yangına dönse, kavursa bile, dimdik dursa, Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa, acılar sözleşip beni bulsa bile, dimdik dursa Elif gibi. Ağlasam gizli gizli, kimse görmese beni, derdimi sırrımı kimse bilmese, kar delen misali bunun sebebi halimi, dimdik dursam yine bir Elif gibi. ادخل. سيدي مبروك يا نزار، زوجتك راح تطلع. شكرا لك. انت ضحكت علي سهام. سكتي ايه؟ هلا ما نو وقتها، عنا مواضيع تانية. يا نزار، هاي البنت الغبية إليف، أنت اللي طلبت منها تلحقنا؟ كانت عم تراقب بنتي. عندي خبر، حاكتني بس أنا قلعتها. لا تقلقوا بنوب، أنا ماني غبي لأنزع اتفاقي معكن لو شو ما صار. حلو، إذا هيك بتمنى تكون كل تصرفاتك واضحة من اليوم. أمرك سيدي. نزار جلنار، كل شي انحل هلأ. ليكي طلعت القصة كلها سوء تفاهم. كتير جوعانة. طبيعي يعني، صار لك شي ساعة مو آكلة. شو وينها إليف؟ ليش مالها معه؟ لو جوا كانت طلعت. صبايا أنا رايحة أساوي شاي. طيب رح أجي معك. وقفي، خلي الكعكات معي وإلا بطيروا هلأ. أهلا بنتي. أهلين. خليني أحط لكم الأكل. لا، جايبين كعك والبنات عم يعملوا شاي، ما بدنا نحط فطور. إيه، إذا هيك خليني أروح ساعدهم. صحيح، شو هالظرف؟ لقيته، كان على الباب. لقيتي؟ أنا بالأول استغربت، بس لما شفت مكتوب عليه إليف كورار قلت أكيد في حدا من معارفها تاركه وشلته. طيب، باخذ لي إياه. لا ما في داعي، خلي لي تجي. سيدي بعد إذنك.
بدي وصل جلنار لأنها تعبانة. طبعا الواحد لما يتهم ظلم بيتعب شوي. مو من دون سبب خالتي، انت حاولتي تدعسيها، قضيتك رح تستمر، هيك قال المحقق. ايه طلعوها لست جلنار وهي الضابط معه وسهام معهم. بنتي على أساس مختلفين؟ ما بعرف يا أمي، هو هيك على أساس، والعقيد ضحك عليهم كمان. شوفي بعينك أمورهم تمام، سمني على عسل ومطالع مرته كمان. إليف وصل الست جلنار وتعال عندي مشان نحكي شوي. تحت أمرك سيدي. إليف بابا هي جاية لهون لتشتكي. خلص سيدي أنا بحاكيهم. جلنار طلعي بالسيارة. شو عم بيصير نزار؟ قلت لك طلعي بالسيارة وبس. ممكن تجوا معي شوي؟ شو مفكرة حالك جاي تعملي؟ هي المذنبة وكمان رمت التهمة على مرتك بدون ما يأنبها ضميرة، وانت بتعرف هالحكي ولازم تشهد ضدهم. مدام بنتك إليف صغيرة شوي وخبرتها قليلة وما خسميك وما عم تفهم، لهيك رح أحكي معك. خبريها إنه ما بصير تجي لهون بقى أبداً. بنتك عايشة، شكروا الله وخليها القضية تتسكر، مو هيك؟ بنتي شو بدك مني ساوي؟ ها؟ أنت فكرتي شي؟ اسمعيني، العين ما فيها تقاوم المخرز أبداً يا إليف. عم تفهمي علي مو هيك؟ إذا عندك عقل لا تورطي حالك معهن أبداً، وصدقيني لأني بعرف. فأنا نصيحتي لإلك إنك تنسحبي فوراً وإلا بتموتي. شو عم بيصير نزار؟ انت شو مخبي عني هالمرة؟ جلنار عمري شو بدي خبي عنك؟ سهام تهمتني غش وسحبت أقوالها. ليش؟ فهماني غلط، انسي لا تفكري فيها. كانت بشهادتها رح ترميني بالسجن وهلأ عم تقلي لا تفكري؟ وهديك البنت قالت إنه ما رح تشتكي علي أبداً، وبنفس الوقت ما عم تتركنا بنوب. جلنار ما في داعي إنه تعرفي كل شي عم يصير هلأ. هالشي مو معقول، بدك أسكت؟ ابني اللي مات وأسكت؟ شهدوا علي وحبسوني وكمان أسكت؟ رح أسكت يا نزار، هي المرة بدي أسكت لدرجة ما عاد تسمع صوتي أبداً. جلنار دخيل الله، والله صعبة هالتسبيحة، مالها عم تزبط معي. رح ارجع عيدها لنشوف آخرتها. شيخي انت عندك ضيوف فوق هلا وقال بدهم اياك تشفيهم، جايين حتى يتعرفوا عليك، من بعد اذنك فوتوا اللي عندك. اوف فوتيه ولا شوف. يلا دخيل الله طلعت روحي، أنا هلكت. شو هاد يا المرضان بيجي، حتى يلي بده مصاري بيجي،
والختيار عم تيجي ويلي مخرف عم يجي كمان. اي والله انا مليت، حرام عليكم، انا انسان وعندي طاقه كمان، انا عم اتعب. معليش ما بيضيع شي مع الله. فوتي لجوا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هدول ضيوف شيخنا؟ لا تواخذنا اجينا لعندك بهالمنظر، بس مضطرين وما عندنا وقت، بتمنى تستقبلنا. اوه معقول هالحكي يا عيني؟ ولو انتو دايسين بساطي يا اهلين. تفضلوا عدو تفضلوا. شيخي هدول الصبايا جايين لحتى تقرأ لهم وتهديهم. اقرأ لهم ولا تحرموا من دعواتك. لا ولو شو احرم هون، حاضر. هلا انتو اسمحوا لنا شوي لحتى اسمعهم واعرف شو مشكلتهم وحلها. يلا جوليا اطلعي بابا. ايه شو بيقول المثل؟ اعمل يلي بيقوله الشيخ لكن اوعك تعمل شيء. قالوا لنا عنك انك لذيذ. لك يسعد لي الله. تقبشيني ما شاء الله ما شاء الله. ايه هاتوا لشوف هلا شو هي مشكلتكم. ها تقبشوني. ايه تعالي يا طيرة شيخك، تعالي هدي حدي مشان انفخ على جناحاتك. قربوا. ها وانت يا طيرة ليش مبعدة؟ هدي هون ارتاحي، خلي قعدتنا كلها على بساط احمدي. الله يحميكم من العين ويخليكم الراحة لصدور الناس وعقولهم ويسلم لي اياكم. روح والله يفرجها عليكم مثل ما فرجتوها علي. تقبشوني. لك بنتي الباب عم يندق، ليش ما عم تردي؟ ما انا كنت نازله اشوف. يا اهلا وسهلا. شو باقي ليف؟ كأنها زعلانه مو؟ لا من اليوم ما عاد في زعل وهموم ابدا، كل شيء منيح مو هيك ليف؟ رح غير ثيابي ونازلة. نسينا نخبر إليف عن الظرف، رح أعطيها إياه. ماشي. انت شو عم تعملي؟ ولا شي. هالظرف جاي لإليف مو؟ ايه نعم كنت رح اخذ لها. ايه لا تعزبي حالك انا بوديه. إليف جايكي. إليف خير؟ شو في سهيلة؟ ليش هدول الناس سيئين كل هالقد؟ شوفي شو عملوا كمان، ربطوا لي ايدي ورجلي. حاسة حالي عاجزة مو قدرانة اتحرك. شو
شو صاير؟ ما عم اسمع شي. هي لازم انه تكون شافته هلا. ما ضل شي نحكي، الظرف وصل يا صاحبي. أنا ما عم صدق شو سوا هاد. نزار. سيدي. قديش بدي استنى لسا؟ أنا كنت جاي لعندك هلا. وأنا قلت بلا ما تعبك وإجيت. شو يلي عم يصير؟ ها؟ البنت ليش إجت على المديرية؟ إجت لتشتكي علينا؟ إيه نعم. بس منعتها، خوفتها وهددتها كمان، وهي ما عاد تسترجي تعمل هيك شيء ابدا. طيب وين الامانه تبعي؟ كنت رح احكي معك بهي القصه. الصراحه صار شيء ما كنت متوقعه. لا تلف وتدور، قول يلي عندك وخلصني. قدره بيك حكوا من انقره، رئيس الاركان حابب يحكي معك وقال ضروري كتير. بكرة على مكتبي. حاضر سيدي. أنا لازم جيب هذا المسدس فورا وضروري. هنن قالوا لك شي تاني؟ لا. ألو؟ سيدي اتصلت فيني. الحكومة عم تتعامل مع الإسلاميين كأنهم حالة طبيعية، والشعب جاهل ما بيعرف مدى خطورة هذا الوضع. سيدي أنا ما عندي علم بشي بنوب. شوف أخبار لكن وتفرج على تخبيص الحكومة. شغلوا التلفزيون. شوفي أخي هلأ رح نعرف. لقد قام جماعة من الإسلاميين ببعض الطقوس الإسلامية في جامع السلطان الكبير، وبسبب التصريحات التي أدلوا بها للصحفيين قامت كل من النيابة العامة ومحكمة أمن الدولة بفتح تحقيق مزدوج بحجة أن هذه الجماعات قامت بالدعوة للاحتكام إلى الشريعة بشكل علني. ولقد بدأ المحققون بالتحقيق في الفيديوهات والتسجيلات الصوتية لهذه الحادثة، وإذا تم تجريمها فسوف توجه تهم لمنظمين هذا الحدث. وقد صرح الوزراء أن هذه التصرفات والتصاريح لا تمثل قيم الجمهورية التركية أبداً، وأكدوا على ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات ونددوا ممارساتها بشكل علني. مين هدول؟ شو هالجنان هاد؟ الإسلاميين رح يحكمونا، وشكل القصة قربت. شكله هيك، لكن لا تفكري إنه ما فينا نوقفهم. بنتي جهزوا سيارتي. لوين أخي؟ رنا فكرك رح يجيني نوم والوطن عم يضيع منا؟ أنا راي على المقر. جلنار أنا طالع. لوين رايح؟ أنت منيحة؟ أنا ماني منيحة نزار. اسمعيني،
نحن من الضروري انه نكون قوايا بهيك وقت. كرمالي شدي حيلك، ها قربنا نرتاح. كيف فينا بقى نرتاح؟ انا خسرت ابني يا بني ادم، ليش فيني اعيش لحتى ارتاح؟ اسمعي، اذا حاسه حالك انه بدك دكتور بكره باخذك. طيب وانت كمان ساعديني شوي، انت مكتئبه وعم تاثري علي. انا جلنار خلاص، يلا خاطرك انا طالع. رح خلصك من كآبتي نزار، خلاص جلنار همه، انا رح ريحك منه هلا. هدول قافلين الباب وقاعدين. إليف، لازم ما نقرب من هدول الناس، هنن بكلمة واحدة بيقلبوا الحق باطل. هاي جلنار طلعت من السجن فجأة، وفكرك الضابط يترك بنته جوا؟ انتي اللي رح تطلعي خسرانة بالنهاية. طيب نسكت، انا بسكت وانتي سكتي، وخلي اللي مثل سهام مرتاحين. جامعتنا بننفصل منها وقت اللي بدهن، واستاحن بيرفع علينا وما منحكي، مو بايان غير يمسحوا فينا الارض مو هيك؟ بس لو كان عندي دليل واحد ما كنت استنيت ابدا يا سهيلة، بس هلا ايدي مربطه. إليف يلا، معقول لهلأ ما أخدتيه؟ خلاص ما رح ضل واقف هيك. نسيت والله، هلأ تذكرت لشو جاية. مرحبا صبايا، ما بتعرفي تدقي الباب يعني؟ جيت ناديلكن على الأكل، ما توقعتكن عم تحكوا. شو هاد؟ هذا صوت موبايل، كأنه من الشنطة، بس أنا ما عندي موبايل. موبايل عزيز، بس الزلمة مات. مين بعت رسالة؟ انت اسكتي افتحيها. إليف استلمتي الظرف؟ هي لألي مو؟ ظرف شو؟ مين هاد؟ ليكون قاصد هذا الظرف. إمتى وصلني؟ هن تركوا اليوم على الباب، وأنا كنت جاية لحتى سلمك يا. إليف خبرينا شو في بالظرف. شو في بقلبه؟ سراب ممكن تتركينا لحالنا شوي؟ الله يسامحك، أنا ما بحكي لحدا. عم تقلك تركينا لحالنا. طلع يلا. امو على عيني، بس رح تندموا على هالعملة. شوفي انتي، شو من مين هاد؟ وفي رسالة كمان. هذا السلاح اللي استخدمته سهام، خديه للشرطة فورا. الو
مين حضرتك وليش بعثت لي هالظرف؟ قول شي، من وين بتعرفني وانت ليش عم تساعدني؟ سكر. بما انه بده يساعدني ليش ما رد علي؟ يا ستي اكيد هاي الشغله فيها انا. رساله. وثقي فيني وروحي على الشرطه. كتير اشتقت لك يا روحي. البيت والغرف هن انفضوا من بعدك يا فرحة عمري. أنا بدفع عمري كرمال ارجع اشوف ابتسامتك دقيقة واحدة وبس. انت اكيد اشتقت لحضني يا عيوني، ما هيك؟ حاببني اجي لعندك، بس لو ترجع صغير وتقلي أمي وتحضني يا عمري. أنا اشتقت لك كتير يا روحي ابني. انت زودت كتير. انا بعرف كيف اقطع لك رجلك عن الجاي لهون يا عزيز. عزيز عزيز لك، يلا يلا الله يلعنك. لك وينك؟ وين راح حد؟ خير ضياء؟ لا تواخذني سيدي لأني عم بزعجك بهذا الوقت. شي بخص عزيز. طيب يعني أنت بتعرف وينه هلأ؟ بعرف، كالعادة قدام السكن. امسكه ولا تخليه يروح على محل. راح من زمان. إذا هيك يلا الحق لي بسرعة، روح بدي تخبرني وين عم يقعد. يلا. حاضر، تحت أمرك سيدي. إليف، أنا شو قلت لك هلأ؟ أوعك تجني، أنت هيك رح تورطي حالك. خالتي حكي لك شي كلمة، إليف ما عم تسمع مني. إليف؟ أعطيني الظرف. تركي، رايحة على الشرطة فورا. بنتي كبري عقلك، يعني معقول تروحي وما بتعرفي مين بعته؟ بلكي حدا بده يورطك يعني. ماشي لكان، بشوف عمو ابراهيم. انتي ما رح تروحي ولا رح تخبري حدا. انا اخذت درس، واذا بتروحي رح اغضب عليكي من جوات قلبي. امي هذا الحكي لشو؟ لاني تعبت. شو بدك؟ هي جامعتك، اهتمي فيها. انسي كل هالناس والا بروح. سيدي أنا شفته،
وينه هلأ؟ فات على فندق، يمكن ينام فيه. طيب أعطيني العنوان لشوف، ولا تتحرك لحتى أوصل لعندك. أنا تحت أمرك سيدي. لك أخ منك. وينه بابا؟ راح على المقر. شو عمل؟ أخذ المسدس شي؟ شو بيعرفني؟ هو حمل حاله ومشي. الزلمة في عنده كومة مشاكل. بدك يركض وراكي؟ أمي إذا راحت على الشرطة شو بعمل وقتها؟ ما بدي تختخ بالحبوس. كنتي فكري بهالشي قبل ما تأوصي البنت يا سهام. ها؟ أهلين. انتي شو عاملة؟ طلعتي انت اللي مقوصتيها؟ رنا حبيبتي ما في هيك شي، من وين جبتي هالحكي؟ مرت أخي، أنا سمعتك وانتي عم تحكي معها هلأ. وأخي عرفان القصة؟ ايه بيعرف وعم يحميني. شو عم بتقولي؟ شو نعمل؟ طفلة وارتكبت هيك غلط. طفلة مين اللي صارت قد اللوح؟ شو كلكن صايرين ما فيكن عقل؟ رنا لا تكبريها، أصلاً البنت ما اشتكت. الأحسن تنسي هالموضوع. سهام يلا على غرفتك. انتو مو معقولين، شو ما في عندكن ضمير؟ انتي اللي عم تحكي عن الضمير؟ سهام ارتكبت غلطة بس بلحظة غضب، انتي شو عملتي؟ ايه وشو دخل هي بهي؟ بنتك أو وسطها؟ طيب وحضرتك؟ عم تشيلي حجاب البنات وتحرمين من الفحص، هي مانا جريمة قتل بحقهم؟ سهام عرفت غلطتها ورح تعتذر من البنت. شو عم تقولي؟ فشرت وهالشي ما رح يتكرر أبدا. انتي شو رح تعملي؟ الصبح رح تحرميهم يقدموا، وتاني يوم رح تاخدي الإشهار منهم، وبعدين رح تطرديهم من الجامعة. إذا هاد الشي ظلم فأنتي رح تستمري فيه. حاسبي حالك بالأول ولا تنظري على بنتي، مفهوم؟ جوا؟ ايه ما طلع لسه. ماشي روح انت، انا رح اتصرف معه. شو هادية؟ شو انا بيبي ستر يعني؟ دخيل الله. فكرتي؟ رايحة على الشرطة؟ جتك رسالة؟ قريها لشوف. عم يسألني إذا فكرت إني روح. طيب كيف بدي أعرف مين بيكون؟ طيب اكتبي له، يعني قلي له إذا بدي أوثق فيك فلازم بالأول أعرف أنت مين. يلا فكرت، بس كيف بدي أوثق فيك؟ أنا لازم أشوفك قبل. مين؟ مين يعني؟
يلا افتح بسرعة. بابا بابا انت من وين عرفت اني هون؟ يعني هلا هذا هو اللي اكل همه؟ انت ورطتني. يلا هات السلاح بسرعة. بس مو معي هلا. عزيز ليك بلا هالولدنة، واعطيني المسدس بسرعة. بكرة الصبح لازم يتسلم هذا السلاح لصاحبه ويكون على طاولة قدرة كاراي، وإلا أنا رح أتورط. بابا قلت لك السلاح مو معي. عزيز معناها وينه السلاح؟ اللي وينه؟ ولك خلصني أحكي بقى. عم قلك رح أوقع بورطة، شو ما بدك تفهم أنت؟ ليك أنت لهلأ ما عم تفهم أنا شو اللي عملته كرمالك. ولو القصة على حساب العالم؟ عزيز بنصحك لبقى تتجاوز حدودك، لا تختبر صبري واعطيني سلاح بسرعة. بابا السلاح مانو معي. وين رحت فيه لكان؟ اللي وينه؟ هات الموبايل. بابا هات الموبايل، لا تتدخل بحياتي بابا. لا ترفع صوتك علي. دعا الساعة واحدة على حديقة جنكار. مين؟ رقمك القديم هاد. خلص بابا اعطيني هالموبايل. لك فلت ايدي بقى. إليف اعطيت المسدس لإليف؟ ايه سيدي إليف، لانه في وحده مجرمه ولازم انها تتعاقب العقاب اللي بتستحقه. هلا ما فهمت انت؟ القصه متعلقه بحياتك، ما عم تفهم؟ اذا إليف هلا راح تشتكت صعب انك ترجع، راح تموت. انا ميت هلا ولهيك ماني خايف بنوب، فهمت علي؟ إذا بكرة بتروح على هذا الموعد، إذا رحت لهنيك فلازم تعرف إنه لازم تخاف مني، مفهوم؟ تخاف مني أنا. عن جد مو معقول. كل شي صار مثل ما خططت له. حلو كتير. ايه؟ وين الظرف؟ ما لقيته. كيف ما لقيتي؟ انا دورت بس اكيد هي مخبيته، ما بظن انه بغرفتها. اذا اعتذرتي بلا نفس اكيد ما رح يغير شي، رح تترجيها وتقلي لها كرمال الله ما تزعلي مني انا غلطت معك وبدي تسامحيني، فهمتي؟ بدك تقليلها مالي عرفانة عيش مع عذاب الضمير، رح تحاكيها بكلام العواطف، ساعتها بس ممكن ما تشتكي عليكي. إليف قومي يلا نمشي وبلا ما نشوف وشل هاي الملعونة. بعرف انه سلاح صار معك. شو يعني انتو ما عندكم شغلة غير تراقبونا؟ شو بدكم منا؟ نحن بشغلتنا. هي محاكمتها ما خلصت، بس انه يتركوها فجأة مع انه الاتهامات ثابتة عليها، هي مو علامة خير. Dalımdan alsa, savursa bile yerlerden yerlere öfkeyle vursa. Dünya bir yangına dönse, kavursa bile dimdik dursa. Elif gibi. Hayatım kördüm açmaz olsa bile, gönlümün kuşları uçmaz olsa. Acılar sözleşip beni bulsa bile dimdik dursa Elif gibi.